الأيتام في فلسطين جرح لا يندمل ودمع لا يتوقف. أطفال بحاجة إلى من يسأل عنهم ويمسح دمعتهم. حياة قاسية يعيشونها وتتفتح جراحهم من جديد حين يتذكرون من فقدوا من ذويهم الذين كانوا رمز الحنان بالأمس، واستيقظوا اليوم وحيدين تتقاذفهم الحياة هنا وهناك. ما أصعبها من لحظة وما أقساه من موقف تخبر فيه طفلا أنه فقد ذويه، فمن يرعاه ومن يخفف عنه مآسي الحياة التي أصبحت مظلمة في عينيه. بالنسبة للحياة المعيشية والاقتصادية صعبة جدا علي وعلى أولادي، لأن كل الهم أنا المتحملة لوحدي، مش أي معيل إلي غير وجه الله. الوضع يعني ما انت شايف، مدارس وشايف يعني بدهم مصروف وبدهم اكل وبدهم شرب وبدهم رعايه. يعني الحمد لله من حمد الله، هذا كله واجب علينا نقدم لها الاطفال. انحرموا ابوهم وهم اطفال، والحمد لله. مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي التي اعتبرت كفالة اليتيم من أهم المشاريع الواجب تنفيذها، فها هي اليوم وامتداداً للمئات من الأيتام التي كفلتهم المؤسسة في قطاع غزة، ها هي تكمل مشوارها الخيري للعديد من الأيتام لتزودهم بالطرود الغذائية والحقائب الطبية والألعاب والهدايا. فترى ملامح الفرح على وجوههم، والتي عبر بعضهم ببعض كلمات الثناء لهذه الزيارة الطيبة. أنا بشكر كثير هالجمعية اللي افتقدتنا وفقدت أولادي ولبت لهم أغراضهم، وإن شاء الله يا رب تضلها على طول تفقد أولادي وتضلها تفقد يعني تقدم لهم كل إشي يا رب واحتياجاتهم. بتقدم جزيل الشكر والعرفان بالجميل إلهم لمؤسسة العون الإسلامي الأسترالي على مجهوداتهم الجبارة لهذا الشعب الفلسطيني، وبارك الله فيهم وجزاهم كل خير، وإن شاء الله يكونوا من
دائما يد العطاء لهذا الشعب. الأطفال الأيتام في فلسطين يعتبرون مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي نافذة الخير والعطاء لهم، التي لم تنساهم يوما في آلامهم ومحنهم، والتي تسخر كل طاقاتها لمساعدتهم والتخفيف عنهم. كل عام وانتم بخير.